السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا شباب اليوم في معانا طريقة ربط البلوتوث لمسجل الهايلوكس الوكالة. طبعا هذا المسجل هذا شكله. طبعا أول شيء بنضغط على هذا حقة البلوتوث. الآن في معانا جهاز متصل، بس احنا ما نبغاش الجهاز المتصل. بنرجع كذا بنرفع إلى براينينج، هذا هو، نضغط انتر، بنتصل من الجوال على طول. الآن بنبحث على اسم الكار اوديو، طلع معنا هنا كار اوديو، نضغط عليه. طبعا لو طلب مننا رمز السماح، لو طلب مننا رمز نسوي 4 اصفار. خلاص الان اتصل معنا كار اوديو، الان شغال معنا. شغل اي شيء، شغل اي مقطع فيديو اي شيء. ارفع الصوت من عندك. طبعا الان شغال معانا الصوت، بس ما في صوت هنا في المسجل، شغال في الجوال بس ما فيش في المسجل. الان نحول المود هذا، نحول على بلوتوث، الان شغال معانا. هذا شغال معانا الصوت. على البلوتوث. طبعا في معانا حتى طريقة اللهم صل عليك يا نبي الله محمد، شغال معانا. أرجو الاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد.